شيء نشكر رئيس النادي والأعضاء الشرف اللي أعطوا فيها الثقة باش ندرب هذا الفريق العريق. أنا نسمى محظوظ جيت للفريق هذا، فريق الشهداء كما يقولوا، ولا إن شاء الله زي الإدارة أعطت فيها الثقة باش ندرب هذا الفريق. إن شاء الله نكون على حسن المستوى، نكونوا حاضرين باش نكملوا البطولة هذه على أحسن الظروف، وبإذن الله نشرفهم، لكن مش وحدي صحيح، ودار كرة القدم يكون هو أول الأولى اللي هو موجود، لكن فيه ناس أخرين تشتغل معايا، جهاز فني كامل، جهاز إداري، رئيس النادي، كيف نجم نجحوا الفريق. الفريق هذا شفته عدة مرات في التلفزيون، عندي خلفية صغيرة على الفريق هذا، مجموعة طيبة، مجموعة ممتازة، فيها تقريبا 29 لاعب 28 لاعب قادرين باش يلعبوا. صحيح كرة القدم فيها كثير حظ، بإذن الله احنا جينا لهنا باش نخدموا وباش نطوروا الفريق إلى مستوى أحسن، وهذا الفريق قادر باش يمشي لقدام بإذن الله. سؤالك الأول، سؤالك الأول اللي هو يقول يقول ما عنديش خلفية على الفريق، صح؟ هذا صحيح، صحيح الفريق أني قلتها في البداية، الفترة هذه فترة صعيبة، والفريق حسابيا في المرتبة الأخيرة، أنا معك في هذا، لكن أنا قلت الفريق هذا قادر باش يمشي لقدام بإذن الله، بالشغل بالشغل والإيمان بقدرة الله باش يمشي لقدام وباش يخدم. بخصوص سؤالك الثاني اللي هو الأهداف، الأهداف ترسمت الأهداف بيني وبين إدارة النادي، اللي هي باش نخدموا على المنتيان. أول حاجة باش نحسن، أول حاجة باش نحسنوا الفريق، فريق قاعد يلعب في كرة الحين بمشاهدة الجميع، يعني حتى تشوف معناتها حتشوف المباراة كلها، يعني تشوفها 1-0 1-1 1-2 1-0 2-1، يعني فماش سكور كبير. الدليل على ذلك في فريق الأهداف هي المانتيان، وعلاش لا أحسن من المانتيان ونشوف المراتب القدام بإذن الله، لكن هذا كله بالصبر وبالشغل بإذن الله. سؤالك الثالث اللي هو على المدربين، المدربين اللي كانوا تواجدوا في المغرب بصفة عامة، صحيح تواجدوا عدد المدربين، نجم نقول أن أحمد العجلاني اللي معناتها كان أكثر مدرب معناتها في المغرب اللي خاطر تحصل على كأس العرش، أنا مدرب إفريقي أوروبي موجود في السويد بالتحديد في المملكة السويدية 30 سنة، حتى شهادة أوروبية، خادم في أوروبا في 4 نوادي، خدمت في السعودية 6 سنوات، خدمت في الإمارات سنتين، خدمت في السودان سنتين، خدمت في ليبيا 6 سنوات، معناتها صحيح عندي تجربة، لكن أنت تقول لي مثلا المغرب أول مرة، صحيح أول مرة المغرب، لكن الشغل مسترسل وبإذن الله معناتها باش نخدموا مع الفريق. نوع جماهير النادي نعرفهم هم عطشانة للانتصارات ويحبوا فريقهم ويعيشوا كورة ويتنفسوا كورة، يعني نعدهم بهذا، نعدهم بالصبر، يستناوا على ناديهم، يستناوا على فريقهم بإذن الله، الثمرة حتجي بإذن الله. وأنا بحب بتبيع معناتها الجمهور هذا رقم، عندي رقم واحد ما نسميش رقم 12 بإذن الله، حيرجع الجمهور، والجمهور باش يرجع، يرجع بالنتائج إن شاء الله، تتحسن النتائج وتخدم النتائج إن شاء الله، الجمهور باش نفرحوا جمهورنا ويكون جمهورنا معناتها راضي علينا الناس كلها بإذن الله. في وقت الحاضر باش نخدموا بنفس الطاقم، وعندي معناتها اجتماع مع الطاقم الفني كامل بإذن الله، بكرة عندي اجتماع معهم باش نحكي معهم، وبإذن الله معناتها إذا فيه تغيير فما حاجة بسيطة بإذن الله. وعندنا توا نحبوا نخدموا توا حتى للي وبعدين نشوفوا الأمور كيفاش، وبإذن الله فيه كان الخير بإذن الله.